هني هالغلا قمنا قمت خبز واساوي لاولادي ولاد ولدي، ما عاد نقدر نشتري بالمخيم، ما عاد نقدر نشتري خبز. دعيسة شغلتنا، الله يساعده ويكون بالعون. أقعد من الصبح ما أخلص ليمت للساعة 10 اللي أخلص خبز، وهالولاد هذا رغيف وهذا رغيف هذا رغيف، والله ما هو قاعد يكفي، والطحين قاعد أشتري مشترى زادي أنا أشوى من الخبز. الله يكون بالعون وبس.